عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم العطله ديالي. كما كتعرفوا دابا العطله المدرسيه، وكاين الناس اللي كيسافروا والناس اللي كيجلسوا في الدار. بحالي انا ما سافرتش، ولكن كنحاول نفوج في المدينه اللي انا ساكنه فيها. يعني كندير خرجات هكا اقتصاديين، وحتى في داري كنحاول ندير انشطه مع بناتي هكا ما كنقضوش، وكندوزو العطله بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله قلنا نخرجوا للغابه نتغداو تما. كما كتشوفوا الجو زوين دابا في المغرب، كاينه الشميشه والدنيا مخضره. وكما كتشوفوا وجدت معايا بعض الاشياء اللي غندي معايا. هنا درت البطاطا مشغمله فيها زويته، قزبر ومعدنوس، الملح وشويه ديال الكمون، وهنا عندي البراونيز اللي كيجي رائع، تنشاركوا معكم ان شاء الله في فيديو اخر. وحضرت كذلك البروشيت ديال السمك، وهنايا الزعلوك ديال التنجال. هذا الشيء اللي حضرت، يعني شي حاجه بسيطه ما كلفتش راسي. الله يجعل البركه، المهم اننا نبدلوا الجو. واحنا في الطريق للغابه ان شاء الله، كما كتشوفوا الدنيا مخضره ومشمشه الحمد لله. يعني الواحد يقدر يخلق السعاده من اشياء بسيطه، والاهم اننا نكونوا قانعين والعلم وليداتنا القناعه كذلك، وما نشوفوش في الناس الاخرين، يعني اللي سافروا ولا جيراننا صحاباتنا. يعني خصنا نخلقوا السعاده بالامكانيات ديالنا، وبلا ما نديروا المقارنه بيننا وبين ناس اخرين، هكا باش كنكونوا فرحانين. وهانتوما كما كتشوفوا الغابه عامره بالعائلات، وجينا فرشنا هنايا باش نجلسوا. وبغيت نشارك معكم هذه الزربيه هذه اللي قيمتها كبيره عندي، لانها هديه من عند لوسي، هي اللي صوبتها بيديها. والشكل ديالها زوين بزاف كما كتشوفوا. ومن بعد شعلنا العافيه ودرنا البروشيت ديال الحوت، واخدينا حتى الكفته، ودرنا برد ديال اتاي. ومن بعد تغدينا والبنات فرحوا بزاف، لعبوا حتى حنا استمتعنا في الطبيعه. ومن بعد جمعنا الازبال، ما خليناش الازبال ديالنا، هكا كنعلمو حتى وليداتنا يحافظوا على النظافه ديال البيئه، ونكونوا حنا القدوه ديالهم. وهنا كيكون الفيديو انتهى، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كتشجعني دائما، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو على الجرس. والى اللقاء.